شو المدرسة اللي اخترتها أو بلكي اخترتك؟ ما بعرف حتى بالخبرة والمسيرة. بما أني أنا راقص فولكلوري وعندي باك جراوند فولكلور، طورت جروب من الفلاحين يلي هني بيعالجوا كل المشاكل بحياتنا بس بطريقة سوريالية. هني بيسقوا الشجر، هني بيطيروا، هني بس كل رسالتهم هي بوزيتيف، سلام، محبة، تراث، تقاليد، كلتشر. بحطهم بجسدهم بأي لوحة مشان يخدموا رسائل اجتماعية. شو الشيء اللي أنت حابب توصل صوته للعالم عن طريق لوحة؟ لك الفن إذا كان حقيقي وإذا كان صادق بيوصل، مش بحاجة إنه تعملينه ميديا لأنه بيكون صادق. إذا أنت كلمة قلتي أي كلمة صادقة بتبين على وجهك، بتبين على الفيتشر لك. صحيح. بينما إذا قلتي كلمة زعجتك أوريدي جسمك ما بيحمل، بيبين. صحيح. نفس الشيء الفنان، إذا عملتي البرش بطريقة صحيحة وبطريقة صادقة نابعة من جواتك تشوز باللون. فمشان هيك الآرت هاز يعني عنده مسج كبير بحياتنا اليوم بأي شغلة بتعمليها. صحيح. من أبسط الأشياء بترسميها، من الغيمة، من الرمل، من الشجرة، كل شيء عنده طاقة بوزيتيف، بس مهم تجسدي فيه هالطاقة بصورة صحيحة وصادقة.